شركات طيران كبرى تلغي رحلاتها نحو إسرائيل، وموجة هلع أصابت المستثمرين، حقول غاز أغلقت، الصادرات توقفت، واتفاقيات تركية حول الطاقة ألغيت، والعملة الإسرائيلية انخفضت إلى أدنى مستوى منذ 8 سنوات، وخسائر بمليارات الدولارات، كل هذا بسبب طوفان الأقصى. الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد حرب. طوفان الأقصى يلقي بظلاله على الاقتصاد الإسرائيلي ويكبد دولة الاحتلال خسائر فادحة منذ الأسبوع الأول للحرب، أغلق على إثرها حقل تمار للغاز مع تعليق صادراتها نحو مصر، وخسارة ملايين الدولارات أسبوعيا وفق تقديرات إسرائيلية. صواريخ المقاومة الفلسطينية تسببت في نزيف بورصة تل أبيب وقيمة الشيكل، وتراجعت البورصة بنسبة 10% منذ بداية الطوفان، ووصل الشيكل إلى أدنى مستوى له منذ 8 سنوات، حيث أصبح الدولار الواحد يساوي 4 شيكل، ما استدعى بنك إسرائيل المركزي إلى بيع 45 مليار دولار من العملات الأجنبية، ما يقارب 20% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي البالغ 200 مليار دولار، حفاظا على قيمة الشيكل في ظل التقلبات الناجمة عن الوضع الحالي. ونشرت تقارير لأكبر بنك في دولة الاحتلال هبو عليم عن الخسائر التي مني بها الاقتصاد الإسرائيلي إثر الطوفان الأقصى، التي قدرت ب7 مليارات دولار، بدون تحديد الخسائر الكبرى الأخرى التي لحقت بالمصانع والمؤسسات جراء الضربات الصاروخية للمقاومة. وفي تصريح لكبير الاقتصاديين في بيت الاستثمار الإسرائيلي، إن تكلفة الحرب في إسرائيل ستصل إلى أكثر من 17 مليار دولار. الجرائم الإسرائيلية في غزة تتسبب في إلغاء تركيا للتعاون الاقتصادي مع إسرائيل، وتحذير تركي شديد اللهجة للسلطات الإسرائيلية. فالهجمات الوحشية الإسرائيلية ضد غزة أضافت أعباء كبيرة لشركة الاقتصادية بعد استدعاء موظفيها إلى الحرب، ما شكل عجزا في اليد العاملة، والأخطر من ذلك السمعة الاقتصادية التي داست عليها المقاومة الفلسطينية، وأصبحت دولة الاحتلال منبوذة اقتصاديا بسبب عدم توفر الأمن فيها.